عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب المعتصم بن مسعود الهنائي من جامعة University of Northern Iowa، واليوم راح أتكلم عن بعض الأشياء الجميلة الموجودة في هذه الجامعة. مثل ما تشوفون قدامكم، الحرم الجامعي جدا جميل والمباني قريبة من بعض، بمعنى آخر ما راح تتأخر على كلاساتك ولا راح تعاني من البرد في فصل الشتاء بحكم أنك تدرس في جامعة في المنطقة الشمالية. الناس في هذه المنطقة جدا طيبين ودائما مبتسمين ويتعاملوا بقمة الأخلاق، وأبدا ما يعاملوا الشخص على أساس لونه أو عرقه أو دينه أو إلى آخره. الآن راح انتقل للجزئية اللي أنا فعلا متحمس أني أتكلم عنها، اللي هي النادي الرياضي. النادي الرياضي في هذا الجامعة جدا كبير، وتقدر تمارس فيه مختلف الأنشطة الرياضية مثل الفولي بول، السوفت بول، كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، السباحة. وبالنسبة للناس اللي تحب الحديد والجيم، ترى هذا الشيء متوفر. طبعا الطلبة اللي تشوفونهم هنا قدامكم أغلبهم عمانيين، وهذا الكابتن خالد الرشيدي هداف الدوري. في فصل الصيف أو الربيع لما يكون الجو حلو، ممكن أنك تستأجر سيكل من الجامعة وتأخذ لفة في المنطقة بحكم أنها جدا جميلة خلال هذه الفترة. وشيء طبيعي جدا وانت تتمشى تحصل عرب تقابلهم تسلم عليهم تاخذ منهم العلوم. الحين بما انهم يسمون الطالب الدحيح، انا لازم اتكلم على هذه الجزئية اللي هي مكتبة الجامعة. مكتبة الجامعة جدا جميلة ومكونة من 4 طوابق، كل ما تطلع لطابق اعلى يكون اهدأ لحد ما توصل للطابق الرابع اللي اذا طاحت فيه الابرة تقدر تسمع صوتها. المكتبة فيها كمية هائلة من الكتب، وجدنا كتب من مختلف الثقافات والدول، ووجدنا كتب لكتاب خليجيين. في الجامعة أيضا في نظام جميل جدا، أو في المكتبة خلونا نقول، اللي هو أنك تستأجر لابتوب، وممكن تستأجر منهم لابتوب ماك أو ويندوز. كان معكم الطالب المعتصم بن مسعود الهنائي، أتمنى أني أكون أفدتكم في هذا المقطع، وشكراً.